مشاريع جديدة بإمكانها أن تعزز القطاع الفلاحي بدائرة عين مليلة بأم البواقي، مثل ما هو الشأن بالنسبة لمشروع إنجاز المذبح الجهوي للحوم الحمراء. المركب الصناعي الهام يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الجزائري، وله أن ينهي المضاربة في أسعار اللحوم التي تشهد ارتفاعا خياليا. راح يغطي كل ولايات الشرق الجزائري، والسعر الطاقة أو الذبح هي 120 رأس من الأغنام يوميا، وما يقارب 90 رأس من الأبقار يوميا. المجمع الوطني لإنتاج وتغليف البطاطا هو الآخر مكسب فلاحي يقف وراء تسييره التعاونية الفلاحية الهضاب، دخل حيز الخدمة مع نهاية العام الماضي، بإمكانه أن يوفر المئات من مناصب الشغل للشباب. هذه الوحدة اللي أنشئت مؤخرا هي من تجارب اللي شفناهم في الخارج، وهذا الوعدة هذه حبينا باش نخدموا هذا المنتوج ونلحقوه للكونسوماتور المستهلك باش نقلصوا من السعر تاع باش ما يكونش السعر غالي. بدنا نشاركوا لان اولا كاين انجازات اللي هي مشات لهنا في الولايه تاع النباقي بالخصوص في عين ميله، اللي هي رايحه تساهم في التثمين تاع الانتاج الفلاحي. ولاية أم البواقي تراهن في كل مرة على عطاءات فلاحيها ومستثمرين.